اذا بنعمل ديبلوي اول اشي خلص بلوينج تحت بقدر اشوف انه هون الديبلوي عم بيشتغل تنطيني كل اشي خلاص بعمل رن فايل الملف تاعي ليه رن فايل اسم الكاسين رن فايل هون كم مرة هون كباس يمين رن فايل شايفين هذول شني سادوت طلع قديش طلع كبر هين شايفين لانه ما نطلعش الوحدات انهن بيكسل هو اخذ الوحدات كانهن احوز اعملوا 100% بيطلع الصفحة امحوا ال 200 اللي خلص يجرب التجارب هاي السايز غيروا السايز زغروه لمية بالمية لمية هون ايش ما زبطش يعني ما انا خصوصي طلع انت شو عم بصير ما رتبناش بالمرة شايفين كيف بصير مقعيل الشكل الترتيب هذا لما نعمل اول اشي بدون تفلا بعدين قلنا بدنا نحطه مع تفلا طلع كيف بدون تفلا او تطلع شو المشكلة عندنا ترتيب اذا بدك تصير تحط انتر وبي ار ام صح عشان ترتب ومع هيك اذا بترتب انت بشكل عمودي شو بشكل افقي شو بده يصير عندك كمان بلقان اشي لانه اليوزر نيم كلمة طويلة بدها تيجي بشكل الباسورد بيجي شكل نعم بالتابل اضبط اشي اوكي بيكون افضل من بدون تابل بكثير ما صغرتيش كفاية لحظة اذا بنحطه انا بي اكس بعطينا وحدات بيكسل اوكي طلع قديش صغروا بشكل كومباكت اكثر مش تحت بعض الا ايش المشكله شغل لا لا مش وين 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 رن على اسم الملف كباس يمين رن فايل وين انت عامل الملف اصلا هذا جواد بالمره ما كنتش معي ليه بنعمل ملفاتنا كلياتها بالتكيال اللي اسمها ويب بيجز لا انت بريت انت بقلب اس سورس باكج فوت على ويب بيج في حد زائد عص عليها هاي هون الصفحات عص كباس يمين على ويب بيجز نيو اتش تي ام ال اكتب اسم حيلا تورجيك وين يعني بقلب ويب بيجز انت بتقدر هسه تنسخه من تحت لفوق اعمل فينيش شايف وين حطه هاي معناه بقلب الويب بيجز هسه اعمل كوبي انزل على الملف اللي عملته تحت كوبي كباس يمين او كات كيف بدك بيست فوق روح على ويب بيجز كباس يمين بيست استعمل له رن فايل